المشاهدين، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم الوطني نبض الاتحاد. وكما عودناكم اعزائي المشاهدين في كل حلقه ان نختار لكم ضيفا مميزا. رحبوا معي بهذه الحلقه بالسيد علي الدهماني. سيد علي، بدايه اسال الله اوقاتك. يا مرحبا، صباح الخير. اول شيء على الدوله وعلى حكامها، واول شيء حبيت اهني حكومة الإمارات وشعبها بالأيام السعيدة اللي نعيشها، وحفظ الله شيوخنا من كل شر. يعني بداية سيد علي، لو أردنا أن نعرف السادة المشاهدين بحضرتك أكثر، بحضرتك وكيف كانت البداية والانطلاقة في مجالك العملي؟ طبعا أنا بدايتي تقريبا صارت لي من 8 سنوات في العمل الميكانيكي اللي هو لحفر أو لتصليح المضخات الكهربائية والمضخات القديمة اللي كانت على الآبار. الحمد لله عندي موظفين وخبرة زين، من صارهم تقريبا 20 سنة في المجال هذا. زين، نوضح للسادة المشاهدين أكثر سادة علي عن طبيعة مجال العمل وعن تحلية المياه وتركيب المحطات المياه. طبعا الفترة هذه المياه شوي، خاصة في المناطق هذه لقلة الأمطار، مياه شوي أقل. إنزين، لكن الحمد لله على النعمة بعد الماء الحمد لله موجود. فبالنسبة لتحلية المياه هنا في المناطق هذه الحمد لله ما في أي تحلية مياه، الحمد لله بعد الماء الماء حلو الحمد لله. إنزين، لو في نسبة مرورة لكن الحمد لله يعني يعيش عليه أي نوع من أنواع الزراعة تعيش عليه الحمد لله. نعم. أنتم بتحاولوا إخراج المياه؟ احنا ما نخرج المياه، لا، احنا اللي هو المكان اللي تخرج المياه بعد ما يخلص اللي هو الرق بعد التجهيز. يعني نعم، بتركب المضخات. بنركب المضخات، نعم. يعني بحيث تكون الضخ للمناطق الزراعيه. ايوه، بالنسبه هاي نعم، عده تمديدات وعدنا اللي هي المضخات الرئيسيه. نعم. طبعا استاذ علي، طبعا الانسان الطموح بيكون عنده نظره مستقبليه، كنا على نظرة المستقبلية. الحمد لله احنا عن الفترة السابقة كنا على وش المعدات القديمة اللي هي كانت معدات يدوية، الحمد لله الحين توفرت عندنا معدات آلية. نعم. زين، ما في الحمد لله أي صعوبة، ضغطة زر توفر لك الحمد لله العمل بسهولة. زين، فإن شاء الله في المستقبل في تطورت آليات أو تطورت هذا، فاحنا الحمد لله نحاول نستقطبها إن شاء الله. يعني أنتوا ما لكم نظرة مستقبلية مثلاً بهالفترة الزمنية اللي درستوها، كنت تفتح مثلاً فروع داخل دورة الإمارات العربية؟ والله إن شاء الله الحمد لله الحين نجهز فرع في منطقة مزيرة في إمارة عمان، نجهز حالياً فرع لنا، ونحاول ان شاء الله في الايام الجايه ان شاء الله تكون المعدات اللي هي الرئيسيه تكون الشركه توفر لها ثابته، تكون عندنا اللي هي المضخات. استاذ علي، طب احكي لنا عن الشيء اللي ميزكم وخلاك تكسب ثقه الناس وتكون لكم هالسمعه الطيبه اللي واصله في كافه انحاء دوله. والله الحمد لله اشتغلنا من راس الخيمه بروحها الين كلبه في اماره الشارقه، الحمد لله. لا، اهم شيء الطيبه. أكيد. اهم شيء طيبه العامل يوم يكون طيب ويا الناس وهذه ويكون امين. الامان الحمد لله، الحمد لله عشنا في دوله الامان، فلازم نعود موظفينا على الامانه. اكيد طبعا هذا الشيء لما تم الفراغ زي ما حكيت لك استاذ علي، طبعا انت تعلم والجميع يعلم ان دوله الامارات العربيه اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد. الامان اللهم هاي النعمه اللي بتاتي من فراغ طبعا من الله عز وجل الحمد لله، ومن ثم من الشيوخ. اللهم لك الحمد. الامارات العربيه المتحده اللي بذلوا جهود كثير وتعبوا حتى وفروا هذا المجال، هذا بده يستحقوا منا كل الشكر. اكيد اكيد. فما هي رسالتك للشكر؟ والله الحمد لله، اللهم لك الحمد، ندعي لهم في كل اوقاتنا. اللهم لك الحمد، الله يديمها علينا من نعمه. زين، ويديم علينا شيوخنا ويحفظهم. زين، فظلهم احنا عايشين بخير وسهاله. اللهم لك الحمد. طبعا استاذ علي، لو اردنا ان نوضح للساده المشاهدين عن الموقع الجغرافي لشركتكم وكيفيه التواصل معكم. احنا طول عمرك في اماره راس الخيمه في منطقة الحويلات، موقعنا طول عمرك على الدوار مباشرة يعني. اللهم لك الحمد. كيفية التواصل؟ في عندنا أرقام هواتف
نعم في عندي اللي هو 0503666785 هذا حد الأرقام وإن شاء الله نخدمكم فأي شيء. طبعاً نور السادة المشاهدين أنه سيتم إظهار أرقام الهواتف على شاشة التلفزيون. طبعاً أستاذ علي لابد يكون في رسالة خاصة وإنسان كان داعمك في مسيرتك العملية. والله اللي دعمني الحمد لله اللي هو عمي أحمد الله يحفظه. زين هو والدي من بعد ما توفى أبوي الله يرحمه. الله يرحم نعم الوالد ويخلي لك الله يحفظه إن شاء الله. هو اللي يعني هو أسس الشركة هاي هو اللي أسسها. فأنا استلمت عنه العمل تقريبا من 8 سنوات يعني أساعده في المجال هذا الحمد لله. الحمد لله. نعم. طبعا أستاذ علي في نهاية هذا اللقاء لا يسعني إلا تقدم لك الجزير الشكر والأمنان على هذا اللقاء المتميز. أستاذ علي طبعا شكرا لك. الله يجزيكم خير. مشكور يا أخوي. طبعا نوع المشاهدين أن الأستاذ علي النهماني كان من أحد الداعمين لبرنامج نبض الاتحاد. شكرا لك أستاذ علي. الله يجزيكم خير. مشكورين ومشكور على الفريق أكمله فريق التصوير وفريق التواجد. الله يجزيكم خير.